انولدت على حلبات السباق وركزت على الشارع، خلت أم الحرف الأقوى في العالم. انتشر العشق إلها في الشرق الأوسط عن محبي السيارات، وهذه رح تكون قصصهم. أنا عبد الله الجعفري، وهاي رحلتي مع MPOWERME. أم حرف قوي جدا، وترك أثر كبير من الثمانينات لليوم عند كل مين بيحب الأداء العالي، السرعة والمرونة بسواقة. أنا تعرفت على هذا العالم بشكل تلقائي من عمر صغير. بس كيف وصل عشق BMW M للشرق الأوسط؟ في إمارة أبوظبي من معرض BMW M الأكبر والأكثر حصلا في العالم، أنا راح أخذ BMW M3 لأعيش بأجواء M. زمان وانا عندي عشق لبي ام دبليو ام، وهذا العشق بضل يكبر كل يوم. انا اليوم عم بسوق واحدة من اكثر سيارات ام المفضلة عندي، اللي هي البي ام دبليو ام 3. عشق الام باور والام بالشرق الاوسط كبر عند كثير ناس. انه نحن صغار لما نشوف سيارات ام باور دائما نتطلع عليها لانه صوتها حلو، شكلها حلو على الشارع، مش الكل كان عنده إياها. فكانت السيارة دائما مميزة وفريدة من نوعها. مع BMW M Middle East راح نبلش بأبو ظبي برحلة عشان نعرف هذا العشق كيف بلش بالشرق الأوسط، مش بس عندي بس بالمنطقة كاملة. هاي هي رحلة MPOWERME. كيف بلشت؟ شو عملت؟ وكيف تطورت لتكون أكثر من مجرد سيارة؟ بلشت أقرأ وحضرت فيديوهات كثيرة وأسأل ناس. بالآخر لقيت شيء واحد كثير مشترك ولمح لي من وين لازم أبدأ مشواري. قدرت أتواصل مع شخص ممكن أنه يجاوبني على كل أسئلتي ويدلني على وين ممكن ألاقي الأجوبة المحتاجها. وهيك بنبلش إلى لبنان.